هندخل مع بعض بعد كده على محتويات محاضرة النهاردة، أو الثلاث شباتر اللي في الأول، اللي هي الفريم ورك، البروجكت مانجمنت فريم ورك. أول ثلاث شباتر طبعا أنا قسمتهم قدام حضراتكم كده، طبعا عشان الوقت أنا هدخل على طول في رقم واحد، لكن تبقوا عارفين إن إحنا قسمنا الفريم ورك إلى 14 نقطة، وطبعا رقم طبعا 15 هيكون حل أسئلة على الفريم ورك. هنبدأ مع بعض على طول في شابتر واحد. What is the project؟ ايه هو المشروع؟ كلنا عارفين او كلنا بنشتغل في مشاريع، لكن لازم نكون عارفين كويس جدا المشروع ده عبارة عن ايه، او حسب البي ماي معهد إدارة المشاريع الأمريكي إزاي يتكلم على المشروع، وإيه الفرق ما بين تعريف المشروع في الإصدار الخامس وفي الإصدار السادس، لأن في اختلافات يعني طبعا زودوا على تعريف المشروع في الإصدار السادس. هنعرف مع بعض دلوقتي كل حاجة بالتفصيل. المشروع هو a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service or result. المشروع هو مسعى مؤقت واتخذ من أجل الوصول لمنتج أو خدمة أو نتيجة متفردة. أول حاجة عندنا temporary endeavor، أو يعني المشروع بيكون له بداية ونهاية. مفيش مشروع في الدنيا بيفضل شغال على طول، مفيش الكلام ده، في start وفي finish، في بداية، في تاريخ بداية للمشروع وفي تاريخ نهاية. هو ده المشروع لازم يكون محدد، له بداية ونهاية، مفيش مشروع بيفضل شغال على طول كده. رقم 2 unique product or service or results، المنتج او الخدمة او النتيجة متفردة، يعني المشروع ده بيكون unique. يعني ايه unique؟ يعني فريد. يعني ايه برضو فريد؟ على سبيل المثال لو انت مثلا بتنفذ، يعني عندك مشروع عبارة عن بتنفذ 20 فيلا مثلا، ممكن نفس الطاقم العمالة او الموظفين هم اللي بيشتغلوا في العشرين فيلا، مفيش مشكلة يعني اوكي. طيب هو فريد في ايه؟ ممكن هتقعد تقول لي هو كل حاجة زي بعضها، الطاقم اللي شغال، المهندسين، الماتيريال، كل حاجة نفسها. طيب هو فريد في ايه؟ فريد ممكن لان الظروف اللي بيمر بيها او وانت بتنشئ كل فيلا مختلفة، اكيد بيحصل مشاكل في فيلا معينة، بيحصل حاجة مختلفة عن بقية الفيلا. طيب في حاجة تانية، الأرض اللي بتنشأ عليها الفيلا هل هي نفسها في العشرين فيلا؟ أكيد لا، يبقى أكيد في حاجة مختلفة، في حاجة بتخلي المشروع ده فريد، يعني مش بيتكرر، يعني مش زي العملية. هناخد مع بعض بعد شوية تعريف الأوبريشن أو العملية اللي ممكن تبقى العملية بتتكرر ongoing أو repetitive، أو بتتكرر معاك بتنتج مثلا حاجة معينة بتطلع هي نفسها، انما المشروع دايما بيكون فريد من نوعه، اكيد في حاجة بتخليه يعني مختلف. طبعا كان التعريف المشروع في الاصدار في البين بوك الاصدار الخامس كان عبارة عن نقطة واحد واثنين بس. طيب في الاصدار السادس بقى زودوا ايه؟ في الاصدار السادس زودوا رقم ثلاثة Project Drive Change، المشاريع تقود الى التغيير. رقم اربعة Project Enable Business Value Creation. رقم خمسة Project Initiation Context، يعني سياق بدء المشاريع. هنتعرف مع بعض دلوقتي بالتفصيل على النقطة رقم ثلاثة واربعة وخمسة. Project Drive Change، المشاريع تقود الى التغيير، يعني المشاريع تقود الى التغيير في المؤسسات. يعني ايه الموضوع ده برضو؟ طبعا الشركة بتاعتك او المؤسسة بتاعتك، وهي لما بتنفذ مشروع والمشروع يحقق الاهداف بتاعته ويحقق متطلباته ويحقق يعني اتنفذ بجودة، يعني بنفس الجودة اللي كانت مطلوبة وكل حاجة، والمشروع نجح، اكيد ده بينقل الشركة بتاعتك او المؤسسة بتاعتك من وضع لوضع تاني. ده حاجة يعني بالمنطق، يبقى اكيد المشروع ممكن ينقل المؤسسة من حالة الى حالة تانية او من وضع الى وضع تاني. زي ما احنا شايفين قدامنا كده، الاكتمال الناجح للمشروع ينتج عنه انتقال المؤسسة الى الوضع المستقبلي وتحقيق الهدف المحدد.
طبعا لما البين بوك جه يعبر عن الموضوع ده، طبعا الرسم بتعبر عن نفسها. احنا حاليا في الكرنت ستيت او في الوضع الحالي في المشروع، طبعا بعد ما المشروع بينجح اكيد بينقل المؤسسة الى الفيوتشر ستيت او وضع تاني، بينقل المؤسسة من وضع تاني طبعا، لان المشروع لما يكون ناجح ده طبعا ده بينعكس على الناس اللي كانوا شغالين، بيكتسبوا خبرات طبعا، يعني بيكون عند المؤسسة ليسنز ليرند، بيكون يعني عندها تمبلتس، عندها كل حاجة دلوقتي، عندها بروسيجر، فطبعا ده بينقل المؤسسة إلى وضع أحسن، إلى وضع تاني، إلى وضع طبعا أفضل. ده كان النقطة الجديدة في تعريف المشروع Project Drive Change، يعني المشروع بينقل المؤسسة من وضع إلى وضع آخر من أجل تحقيق هدف محدد. طيب النقطة اللي بعد كده من تعريف المشروع أيضا، Project Enable Business Value Creation، أو المشاريع تمكن من إنشاء مردود الأعمال. يعني بمعنى تاني، أكيد لما أنت بتنفذ المشروع بيكون في مردود أعمال أو بيكون في نتيجة من المشروع ده. طيب ممكن تنقسم إلى حاجتين، عناصر مادية أو Tangible Elements وعناصر معنوية intangible elements. طيب يعني ايه برضو العناصر المادية او هي العناصر الملموسة او اللي هيطلع مشروع حاجات ملموسة زي الـ monetary assets او الاصول النقدية، الـ utility، المرافق، الـ tools، الادوات. طبعا ده بيرفع من الحصة السوقية طبعا دي الشركة عندك، الماركت شير. طبعا دي كلها حاجات ملموسة، حاجات مادية. طيب في حاجات عندنا تانية معنوية، الجودويل او القيمه السوقيه او البراند ريكوجنيشن، الاعتراف بالعلامه التجاريه، او طبعا المنفعه العامه، توافق الاستراتيجي. طبعا اي مشروع لازم، او الاهداف اللي بتطلع او البنفيت اللي بتطلع لازم تكون ماشيه مع استراتيجيه المؤسسه. احنا اصلا اي مشروع في الدنيا لازم يكون ماشي مع الاستراتيجيه بتاعت الشركه اكيد. طبعا اللي بيطلع برضو من مردود الاعمال او البنفيت بتاعت المشروع السمعه، ريبوتيشنز. يعني طبعا لما المشروع بيكون ناجح اكيد بتبقى سمعة الشركة كويسة، بعكس طبعا لما يكون المشروع مش كويس او الناس اللي كانوا شغالين مش كويسين، فاكيد ده بينعكس على المشروع وعلى انتاج او على مخرجات المشروع، فاكيد السمعة هتكون العكس. طبعا يعني ممكن الناس تشوف الموضوع شوية يعني في الاول تقيل، لكن انا يعني حبيت ان انا ادمج اللغة العربية في البداية مع اللغة الانجليزية، بحيث الناس في البداية لسه بتتعرف على المصطلحات الجديدة. فيعني بتمنى ان الموضوع يكون بسيط مع الناس. طبعا اول 3 شباتر شوية فيهم نظري كتير، في الفريم وورك شوية الموضوع نظري، وطبعا يعني طبعا ده كله هيتكرر معانا تاني اثناء الشباتر، يعني محدش يقلق، كل الكلام ده هيتكرر معانا تاني اثناء الـ10 نوليدج اريا اللي هنشرحهم مع بعض يعني. لكن طبعا لازم ان احنا نشرح الموضوع في البدايه، ما ينفعش ندخل على طول في النوليدج اريا، لازم نشرح يعني الموضوع بوجه عام في الاول. النقطه اللي بعد كده اللي هي برضو من تعريف المشروع، البروجكت انيشيشن كونتكست، يعني سياق بدء المشروع. يعني بمعنى تاني احنا ليه بنبدا المشروع؟ اكيد احنا مش بنبدا المشروع كده، اكيد في اسباب ان احنا ليه بنبدا المشروع ده. اول سبب عندنا satisfy stakeholder request or needs، يعني ارضاء طلبات او احتياجات المعنيين. ممكن يكون المشروع ده نتيجه لطلب، مثلا طلب من المعنيين. طبعا في ناس ممكن تشوف كلمه stakeholder تقول اسالني يعني ايه stakeholder، في شابتر كامل هنتكلم عليه عن الstakeholder. stakeholder يعني المعنيين، بمعنى تاني هو اي شخص ممكن ياثر او يتاثر بالمشروع سواء بالايجاب او السلب. طبعا طبعا ممكن يبقى مدير المشروع، الكاستمر، السبونسر، اي حد ممكن يتاثر بالمشروع سواء من قريب او من بعيد، سواء بالايجاب او بالسلب. رقم 2 عندنا كرييت او امبروف اور فيكس برودكت اور بروسيس اور سيرفيس، اعداد او تحسين او اصلاح المنتجات او العمليات او الخدمات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن ان احنا نعمل مشروع جديد، ننتج مشروع او نعمل صيانة لمشروع كان موجود.
يعني مثلا على سبيل المثال في مشروع كان قائم، فاحنا بنعمل له فيكس او بنعمل له صيانه، او مثلا كان في منتج قائم زي مثلا موبايل، فاحنا بنعمل صيانه او بنعمل امبروف او تحسين للمنتج الموجود ده. ده ممكن يبقى سبب ان احنا نعمل المشروع. النقطه اللي بعد كده implement or change business or technological strategies، يعني تنفيذ او تغيير الاعمال او الاستراتيجيات التكنولوجيه. اخر نقطه عندنا تلبيه المتطلبات التنظيميه او القانونيه او الاجتماعيه، يعني ممكن يكون المشروع طلب حكومي او طلب قانوني او طلب اجتماعي. طلب اجتماعي مثلا زي احنا مثلا في بلد ما فيهاش جامعه، احنا بنعمل جامعه. مثلا بلد ما فيهاش ميه، فاحنا هننشئ مشروع عشان نوصل ميه، يعني مياه شرب مثلا البلد دي. ممكن يبقى مثلا قانوني او طلب حكومي. ممكن كل دي امثله ان احنا ليه بنبدا المشروع. كل ده موجود في البيمبوب السادس. ده طبعا ده كله ما كانش موجود في الاصدار الخامس. فطبعا الناس هتركز على اللي احنا قلناه او على الخمس نقاط اللي هما يعني موجودين يعني معانا في السلايد. طبعا ده يعني دي رسمه من البيمبوب. طبعا عبر عن المشروع بالشكل ده ساتسفاي ستيك هولدر ريكويست اور نيد، يعني بنبدا المشروع عشان خاطر ارضاء العملاء واحتياجاتهم ومتطلباتهم، او ممكن يبقى طلب ليجال قانوني او سوشيال اجتماعي، ممكن يبقى عشان صيانه منتج او عمليه او خدمه، ممكن يبقى امبلمنت اور تشينج بزنس اور تكنولوجيكال استراتيجيز. هننتقل للنقطه اللي بعد كده، What is the project management؟ ما هي إدارة المشروع؟ إدارة المشروع هي the application of knowledge or skills or tools and technique to project activities to meet project requirement. يعني إيه الكلام ده برضه؟ هي تطبيق للمعارف والمهارات والأدوات والأساليب لتحقيق أهداف المشروع. زي الصورة الموضحة قدام يعني قدام حضراتكم دي، هي تطبيق للمعرفة. المعرفة دي انت بتاخدها مثلا من البيم بوك مثلا، اللي انت يعني معرفة او تاخد النولج اللي انت محتاجها. والمهارات كل واحد عندنا بيكون عنده سكيلز معينة او مهارات، وبتاخد برضو بعض التولز اللي انت محتاجها والاساليب اللي انت محتاجها في الاخر عشان تحقق هدف المشروع او متطلبات المشروع. لازم هي دي ادارة المشروع، يعني حاجة واحدة ما تنفعش، يعني نولج بس ما تنفعش. لازم تدمج او يبقى عندك تطبيق، انك تدمج ما بين النولج اللي موجوده عندك، المعرفه، لازم يكون عندك معرفه، يكون عندك مهارات، يكون عندك اساليب وتقنيات بتطبقها على انشطه المشروع عشان تحقق اهداف ومتطلبات المشروع. طيب ايه هي اهميه اداره المشروع؟ The importance of project management. طبعا احنا عندنا إدارة فعالة للمشاريع وإدارة غير فعالة، كل واحدة منهم ليها نتائج. طيب في حالة إن احنا طبقنا إدارة المشروع بشكل جيد وعندنا إدارة فعالة للمشاريع، طيب إيه اللي هينتج عندنا من الموضوع ده، من الإدارة الفعالة للمشاريع؟ أكيد هتطلع حاجات إيجابية. Meet business objectives، هنحقق أهداف الأعمال. Satisfy stakeholder expectations، هنرضي توقعات المعنيين. طبعا الستيك هولدر وضحناها قبل كده، احنا اصلا بنعمل اكيد يعني لازم ان احنا مثلا على سبيل المثال الكاستمر، فاكيد احنا طبعا يهمنا ان احنا نرضي الكاستمر ده. طبعا ده من الكونسترين بتاعت المشروع او قيود المشروع، ان احنا نرضي المعنيين. بي مور بريدكتابل، او تكون اكثر قابليه للتوقع، بتزود من فرص النجاح بتاعت المشروع. انكريز ذا شانس اوف سكسس. طبعا بنسلم المنتج في الوقت المناسب، deliver the right products at the right time، تسلم المنتج الصح في الوقت المناسب. بتحل المشكلات، resolve problems and issues، respond to risk in timely manner، الاستجابة للمخاطر في الوقت المناسب. طبعا عندنا شابتر كامل خاص بالريسك هنتكلم فيه بشكل واسع جدا على موضوع البلان ريسك ريسبونس، طبعا هيكون الموضوع اكيد اكثر تفصيلا. طيب لو في بقى إدارة سيئة عكس النقطة اللي فاتت، احنا كنا اتكلمنا على الإدارة الفعالة طبعا كلها كانت نتائج إيجابية.
طيب من يعني من شكلها كده إدارة سيئة، يبقى هتطلع نتائج سيئة. missed deadlines، هنتجاوز مواعيد تسليم المشروع، أكيد طبعا دي حاجة مش كويسة، حاجة سيئة. cost overruns، يعني هنتجاوز التكاليف، طبعا دي برضو حاجة مش كويسة، لازم احنا أكيد يعني بنمنع الموضوع ده، لازم بنعمل prevent ال cost overrun. poor quality، هتكون في عندنا كواليتي سيئة أو جودة سيئة، هينتج عندنا لو في إدارة سيئة للمشروع rework. rework يعني بنعيد تاني تنفيذ العمل، بنعيد تنفيذ الأعمال. unsatisfied stakeholders، عدم رضاء المعنيين، بعكس في الإدارة الفعالة للمشاريع كان طبعا لما بننفذ بشكل جيد أكيد كنا بنرضي المعنيين، طبعا دي حاجة ضرورية. loss of reputation for the organization، خسارة سمعة المؤسسة أو الشركة، طبعا دي حاجة مش كويسة، بعكس لو في إدارة فعالة للمشاريع طبعا بتكون سمعة الشركة كويسة، تقدر تاخد بعد كده مشاريع كويسة. إنما هنا بالعكس أكيد، يعني لما يكون في إدارة سيئة للمشاريع poorly managed project هينتج عنها أكيد فقد السمعة أو خسارة سمعة المؤسسة أو الشركة.